ضحايا في صفوف المدنيين في قصف بصواريخ أرض أرض على بلدة سيل بريف درعا، واستشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف جوي استهدف بلدتي كفرومة وبنش ومعبر باب الهوى بريف إدلب. الثوار يستعيدون السيطرة على منطقة الشولة بريف دير الزور بعد اشتباكات مع دولة العراق والشام، ويعلنون استكمال معركة يرموك خالد للسيطرة على تل الجموع في ريف درعا. الائتلاف الوطني يدين استمرار قصف نظام الأسد المناطق السكنية الخارجة عن سيطرته بالغازات السامة، واجتماعات في الهيئة العامة لتعيين رئيس جديد خلفا للجربة المنتهية ولايته منذ بداية الشهر الحالي. الأسد يتلقى تهنئة على فوزه بالانتخابات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرو، بعد تلقيه لبرقية تهنئة من الرئيس الروسي وأخرى من رئيس كوريا الشمالية حسب وكالة سانا. نصر الله يقول إن الانتخابات التي أجراها النظام تثبت أن الحل السياسي في سوريا لا يمكن أن يتضمن رحيل الأسد، واعتبر جنيف 1 وجنيف 2 لا يمثلان مسارا للحل السياسي. مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي سوزان رايس تعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم سلاحا فتاكا وغير فتاك للمعارضة المعتدلة على حد تعبيرها.